الجمعية هي جمعية من الاسم ديالها كتبان جمعية حقوقية نسائية. احنا اليوم في لوي مارس وبشراكة مع الجمعيات اللي كنشتغلوا معهم في اطار واحد المشروع اللي هو PRM بروتكسيون ريزيليونس ميغراسيون، يعني حماية أصادة وهجرة، اللي كنشتغلوا فيه مع النساء المهاجرات. بالنسبة لنا احنا كجمعية، الجمعية اللي كتشتغل بشكل مباشر مع المستفيدات من هذا المشروع. هذه دابا السنة الثالثة. اليوم بغينا نداولوا حول الوضعية ديال النساء المهاجرات مع المؤسسات ومع الجمعيات الأخرى الصديقة ومع المتدخلين والمتدخلات في هذا المجال، وارتأينا أننا نقدموا الحصيلة ديالنا كجمعية لهذا المدة ديال المشروع اللي استقبلنا فيها عدد كبير ديال النساء اللي وصل ل 456 امرأة مهاجرة. درنا إحصائيات وحاولنا أننا نشوفوا أشنو هما الأنواع ديال العنف اللي كيتعرضوا ليه هاد النساء. لقينا بأن في 290 امرأة، يعني أن حصرنا في واحد المدة اللي بدات من تاريخ ديال السنة الفائتة وعطينا في نوفمبر 25 نوفمبر 2022، لقينا بأن تعرضوا ل 1140 حالة عنف وهما 290 امرأة. ملي كنقولوا هاد حالات عنف كنقولوا الانواع ديال العنف اللي تعرضوا لهاد السيدات، بما فيه العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي. دونك هادو الانواع اللي حنا كنشتغلوا عليهم واللي بان انهم عندهم معاناه كثيره هاد النساء. معاناه لا من ناحيه المجموعه اللي كيكونوا كيسكنوا معها ولا من ناحيه المحيط اللي كيشتغلوا فيه. يعني العنف الاقتصادي كان طاغي بزاف بحكم الوضعيه الاقتصاديه، هما اصلا هاجروا باش يحسنوا وضعيتهم، هنا كيلقاو راسهم بدون اوراق وكيكونوا عرضه او ضحايا للتجار ديال الناس اللي كتاجر بالبشر، اللي كيقدروا يشغلوهم في بيوت، كيشغلوهم في حقول، كيشغلوهم في اماكن اخرى، وكيتم الاتجار بهم في مجال العمل. وهنا هذا مشروع اخر اللي كنشتغلوا عليه ديال التجار في البشر، واللي حاليا وصلنا ل 26 امراه اللي هي ضحيه ديال التجار في البشر من يناير لحد هذه الساعه اللي كنتكلموا فيها. ولكن الاغلبيه ديال هاد النساء كيجيو لهنايا ماشي من مدن اخرى، بمعنى بحال قلتي هنا واحد الملجأ اللي كيعتبروه ان ملجأ امن ليهم باش يخرجوا من هاد التجار في البشر. هناك اشكالات انهم ما كيبغيوش يبلغوا نظرا لنوع الثقافه ديالهم، الخوف من هاد المستغل، ما عارفينش القانون، عدم الضمانات الحقيقيه للحمايه ديالهم. هادو كله كيزيد يعقد من الوضعيه ديالهم وكيفسح المجال للناس اخرين انها تتاجر في هاد الفئه الهشه، واللي الاغلبيه ديالها كاين مشكل ديال اللغه ومشكل ديال الاندماج. هذا اللقاء يندرج في اطار طبعا الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع على حقوق المراه 8 مارس، ولكن يندرج كذلك في سياق الاشتغال على موضوع الهجره والمهاجرين بهذه الجهه خاصه الوافدين، والاعداد لتقرير موازي موجه للجنه الامميه المتخصصه في هذا الموضوع التي ستناقش التقرير المغربي عما قريب في اواخر شهر مارس. اللقاء هو فرصه بين مختلف الفاعلين يوضحوا لنا الحصيله ديال الاشتغال ديالهم والخدمات اللي قدموها لفائده الفئه ديال النساء المهاجرات، وبحضور النيابة العامة، بحضور التعاون الوطني، وزارة الصحة، التربية الوطنية، المصالح الأمنية وغيرها. تقاسم الآراء طبعا نحصنوا المكتسبات اللي كاينة ونحافظوا عليها، ولكن كذلك نطوروا هذا الأداء ونعالجوا الاختلالات إلى كانت فيه ونتفاعلوا مع بعضياتنا في أفق جهة ديال سوسمسة تكون حاضنة للجميع وقادرة على تجاوز الإكراهات اللي ممكن تطرح في تدبير موضوع شائك جدا مثل موضوع الهجرة، خاصة في الصيغة النسوية ديالو باعتبار النساء دائما هما المنسيات في هذا الموضوع، وربما الظلم الذي يقع عليهن هو ظلم مضاعف للاسباب ديال الهجره والاسباب ديال النوع الاجتماعي. المهاجرين واشتغلنا على بعض المواضيع الشائكه في الجهه، منها تعليم اطفال المهاجرين، منها تسجيل اطفال المهاجرين في